ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم إن شاء الله مزيانة وفي التمام. جميع الحبيبات والجميع الغزالات أكيد الوفيات على القناة ديالي اللي دائما أكيد متتبعات للقناة ديالي دائما الهام شانيل، دونك جسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ولا فيديو ديال اليوم كما قريتو تحسن هذا الفيديو في العنوان، هو فيديو مخصص للهلال السوداء. صراحة هذا الفيديو طلب مني بكثرة، ودائما كنقول غادي نفكر انني نعملو اكيد في القناة وما كيكتبش حتى اليوم ان شاء الله، فغنحاول ماكسيموم انني نقدم لكم فيديوهات مختلفة على حسب السيدات والطلبات ديالهم والرغبات اكيد. ف كنتمنى هاد الوصفتنا الاعجاب ديالكم، واهم شيء هو تجربوها كما كنقول لكم دائما في مقدمات الفيديو ديالي، هو انكم بعد ما تجربوا الوصفه، اي وصفه اكيد كانت مطروحه في القناه، فبعد ما تجربوها بواحد الاسبوع او اسبوعين تخليوا لنا تعليقاتكم اقتراحاتكم، واهم شيء هو تجربتكم مع الوصفه، لانه تجاربكم مع الوصفات الطبيعيه المقدمه دائما طرف القناه ديالي الهام شانيل، يعني التعليقات والاقتراحات هما اهم شيء ليا، كم نعرف واش الوصفه فادتكم ولا لا، واش تواتت معكم ولا ما تواتتش معكم اكيد. وهذا الشيء اللي كاين، فما تنساوش ملي تجربوها تردوا علينا في خانه التعليقات، او تخليوا لنا بليطو الاجوبه ديالكم او النتائج ديالكم. دونك الوصفه هي بمكونين فقط، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وعلى بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفات وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. اول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا الاصلي، ماشي يعني اللي كيتباع في الحانوت او في المحلات التجاريه، هذا الاصلي. ممكن تاخذوا اي زيت ممكن تعوضوه به، ممكن مثلا تعوضوه بزيت الخيار، زيت الخيار حتى هو من بين الزيوت الرائعه جدا. ممكن تعوضوه بزيت اللوز الحلو حتى هو مفيد، ممكن تعوضوه بزيت أرغان، هناك زيوت كثيرة ومتعددة، يعني أبدعوا كما تشاءون. الزيت اللي تواتى معكم هو اللي تستعملوه، الزيت اللي ما تواتاش معكم هو اللي ما نستعملوش أكيد. دونك أنا هنا عندي هنا زيت الزيتون الاصلي كما سبق لي وذكرت، خديت الكونتيتي ديال 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون معروف عليه التخلص من التجاعيد، سواء في منطقه يعني الوجه كامل او منطقه تحت العينين او محيط العينين، فكيخلصنا من التجاعيد سواء كانت كثيره سواء كانت قليله، ومن طون كيعالج لنا البقع الداكنه، السميرار، يعني الحبوب، اثار الحبوب والسي، سواء كانت حبوب يعني في فتره ديال يعني الشباب، او في الفتره يعني ديال لاج ديال 40 سنه او 30 سنه او 20 سنه. المهم يعني الحبوب بصفه عامه فهي كتجي في اي لاج من غير حب الشباب اللي اكيد كيكون في سن المراهقه. فالزيت الزيتون هو كيعالج جميع المشاكل، ايضا الشوائب، ايضا كيخلينا البشره ديالنا يعني مزيته وماشي جافه وماشي مقشره نهائيا، خصوصا في الفصل ديال الشتاء والخريف، فكنصح به بشده خصوصا زيت الزيتون الاصلي. بالنسبه الثاني مكون هو كريم مخصص لمنطقة تحت العينين، خديت واحد الكريم بلا ما نذكر الاسم ديالو، لانه كاينين سيدات يعني اللي كيبغيو اي كريم ممكن تستعملوه، ماشي بالضبط انكم تمشي تاخذوا الكريم اللي خديت انا. المهم هو كريم يعني كان مختص او مخصص بالضبط لمنطقه تحت العين، يعني كنعملو كنرطب به المنطقه ديال تحت العين كمسا ما يكونوش تجاعيد يعني في سن مبكره. فهنا خديت الكريم ديالي كيجي بهذا اللون هذا اللي هو اللون الابيض اكيد. ممكن تاخذوا اي كريم كيخلي لكم منطقه تحت العين مزيته وما كيخليش تجاعيد تكون يعني ما تجيش دغيا حتى لواحد لاج اكيد معين. فهنا استعملت الكونتيتي ديال هذا الكريم تقريبا واحد جوج المعالق ونص، الملعقه اللي عبرت بها هي ملعقه كبيره. وعلى بركه الله الان غادي نمشيو باش ناخذ زيت الزيتون الاصلي ونضيفوه للكريم اللي كيكون مخصص لمنطقه تحت العين، لانه بزاف السيدات غيسولوني واش
ممكن نستعملوا اي كريم صراحة الله، ممكن اكيد، لانه الا ما عندناش اختيار وما عندناش بديل فاكيد ممكن نعملوا كريم، يعني اي كريم، ولكن الوصفة باش تنجح اكثر واكثر وتعطينا يعني ديك النتائج اللي احنا بغينا، فمن الاحسن ومن الافضل انه يكون كريم مخصص لمنطقة تحت العين، سينو الا ما كانش او يعني ما متوفرش عندكم حاليا فممكن تاخذوا اي كريم كيرطب، اهم شيء هو كيرطب، يعني كيخلي البشره مزيته ماشي جافه. ما التبييض ما كيهمش كما كان سبق لي وذكرت، هذا الشيء دائما كنقول لكم في فيديوهاتي اللي كنكون اكيد كنهضر على الكريمات وعلى الحليب بصفه عامه. فالحليب او الكريم اهم شيء هو انه يكون كيرطب المنطقه ديال تحت العين او المنطقه ديال الوجه بصفه عامه، المهم هو كيزيد البشره، وخاتم ديالو رخيص مع الجوده ومقارنه مع الجوده الكاليتي والنوعيه ديالو انه كيكون كيرطب، فاكيد دائما ناخذ منه الستوك ديالنا، المهم هو يكون كيرطب، وكلمه الترطيب دائما هي اللي كتهمنا اكثر من اي كلمه اخرى. فعلى بركه الله غادي ناخذ زيت الزيتون وغادي نضيفه الكريم اللي كيكون مخصص لمنطقه تحت العين، فاكيد ما غنضيفش كل شيء هنا، غادي نخلط تدريجيا هاد المكونات مع بعضهم البعض اكيد. الحليب كيجي بهذا الشكل هذا، او الكريم بليتو هو كريم لانه هانتوما القوام ديالو كيفاش كيجي، قوام رائع جدا، الريحه ديالو اونطون كتهبل. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه او منطقه تحت العين حساسه، ممكن تاخذوا كريم مخصص لمنطقه تحت العين من لي بارافارماسي او من الصيدليات، يكون افضل ويكون احسن كم تحت العين لانه منطقه حساسه بزاف، ومنطقه يعني ما يمكنش نعملوا ليها اي شيء يعني كان. فالناس اللي عندهم بشره حساسه كنصحكم انكم يعني تاخذوا الحليب او الكريم اللي يكون مخصص اكيد للمنطقه تحت العين من الصيدليه، يكون افضل ويكون احسن كذلك. هنا غادي نضيف زيت كونتيتي اخرى ديال الزيت اكيد، وغادي نبدا كنخلط. غادي نضيف كونتيتي اخرى ديال الزيت اللي هي الاخيره، هي اللي بقات عندي اكيد، وغادي نخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض. بالنسبه للون ديال الوصفه كيكون بهذا اللون هذا، اخضر سوا فاتح سوا غامق، على حسب الكونتيتي اللي استعملتو ديال الزيت ديجا. دونك بعد ما تصبح لينا الوصفه بهذا القوام هذا وبهذا الشكل هذا، غادي نطبقوها لمنطقه تحت العين. قبل كل شيء البنات حاولوا تعملوها في واحد العلبه بلاستيكيه او زجاجيه وتحتفظوا بها في الساك ديالكم، كومسا كل ليله قبل ما تنعسوا تعملوا هذه الوصفه تحت منطقه العين اكيد، واما تباتوا بها اما تخليوها ساعه اما تخليوها ساعتين، الوقت دائما كيبقى اختياري وليس اجباري، يعني اي وقت تبغيو نتوما هو اللي تعملوا. وبعد ما تخليوها مثلا ساعه او نص ساعه او ربع ساعه او ثلث ساعه على المنطقه ديال تحت العينين ديالكم، تاخذوا ليلانجيت او قطع قطن مبلله اما بالماء ديال الورد اما بزيت الورد، لانه الماء ديال الورد وزيت الورد حتى هو مفيد لمنطقه تحت العين، كنصحكم به وبشده، الثمن ديالو اكيد جد مناسب لجميع السيدات، او ميم طون كيخلي ريحه كتهبل لمنطقه تحت العين ومنطقه الوجه بصفه عامه، فكنصح به خصوصا في الصباح وفي الليل قبل ما تنعسوا تعملوه او ترشوه على بشره الوجه ديالكم، بشره اكيد تكون نقيه بدون اوساخ وبدون شوائب وبدون مكياج اكيد. دونك بالنسبه للوصفه كما سبق لي وذكرت، باش تمسحوها تاخذوا قطع قطن مبلله اما بزيت الورد اما بماء ورد وتمسحوا الوصفه، اكيد هي غادي تكون نشفات على المنطقه تحت العين، ومن وراها ممكن تغسلوا المنطقه، او يعني الا ما بغيتوش فممكن ما تغسلوهاش، فقط تكتفيو بدك القطع ديال القطن مبلله اما بزيت الورد اما بماء الورد، فهي غتمسح لكم الوصفه مزيان وغتخلي لكم اون طون ريحه زوينه وغزاله بزاف.
دونك هادشي اللي كاين بخصوص هاد الوصفه السحريه، صراحه لها رائعه جدا، كنصح بها بشده. الناس اللي عندهم يعني داك السواد في منطقه تحت العين يعني كتير بزاف، فممكن تعملوا الوصفه يوميا قبل ما تنعسوا، يعني ان فاش بتنعسوا تعملوها واحد ساعه قبل اكيد، او ساعتين قبل، او ربع ساعه قبل. المهم هو تداوموا عليها يوميا في الليل قبل ما تنعسوا لمدة ديال أسبوع بالكامل. مورا أكيد الأسبوع الأول غادي تبان لكم النتيجة قبل وبعد، وصراحة الله هاد الوصفة غتبان لكم النتائج ديالها من الاستعمال الأول. الناس اللي عندهم يعني هالات سوداء اللي كيكونوا بساط يعني ماشي داكنين بزاف، أو اللون ديالهم أسود، الناس اللي عندهم ديجا اللون ديالهم أسود فغتحتاجوا أسبوع بالكامل وانتم كداوموا عليها، وغادي تحسوا أكيد بالفرق قبل وبعد. كما سبق لي وذكرت الوصفة مفيدة جد 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 جدا، سهله مهله، ومن طون تخلصكم من تجاعيد الناس اللي كيعانوا من تجاعيد تحت العين. وهادشي اللي كاين بخصوص هاد الوصفه السحريه، صراحه الله نتوما اللي طلبتوها مني، واكيد تحت طلباتكم وتحت الرغبات ديالكم، اكيد ما نبخلش عليكم باي وصفه طبيعيه كانت يعني بغاوها الناس وحبوها اكيد تكون في القناه. فاكيد على الراس والعين جميع وصفات والجميع الطلبات ديالكم، فقط خليهم ليا في لي ميساج اون بريفي في لي ريزو سوسيو ديالي، لا باج اوفيسيال فيسبوك وسي انستغرام وسي سناب شات كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو. فغنخلي لكم لي ليان في صندوق الوصف او في ديسكريبشن بوكس او في البار دافو. ما تنساوش تشاهدوا هذا الفيديو بيك لايك، تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخليونا تعليقاتكم واقتراحاتكم النتائج ديالكم بعد ما تجربوا هذه الوصفة يعني من خلال الأسبوع الأول. وكنشكركم على حسن المتابعة ديالكم لهذا الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد عن قريب. خليت لكم من الراحة والهنا، وبسلامة عليكم حتى الفيديو جديد إن شاء الله.